قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري عن عمومة له قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس أحد منا إلا له لقب أو لقبان. قال فكان إذا دعا بلقبه قلنا يا رسول الله إن هذا يكره هذا. قال فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب. وتو في كتاب أبي بخط يده حفص بن غياث حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري عن عمومة له قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس أحد منا إلا له لقب أو لقبان. قال فكان إذا دعا رجلا بلقبه قلنا يا رسول الله إن هذا يكره هذا. قال فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب. حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الله بن سليمان شيخ صالح حسن الهيئة مدني حدثنا معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال كنا في مجلس فطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس. قال أجل. قال ثم خاض القوم في ذكر الغنى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم. حدثنا أبو عامر حدثنا عباد يعني ابن راشد عن الحسن عن رجل من بني سليط أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد على باب مسجده محتب عليه ثوب له قطن ليس عليه ثوب غيره وهو يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. ثم أشار بيده إلى صدره يقول التقوى هاهنا التقوى هاهنا. حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا الركين بن الربيعي بن عميلة عن أبي عمرو الشيباني عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة فرس يربطه الرجل في سبيل الله تعالى فثمنه أجر وركوبه أجر وعاريته أجر وعلفه أجر وفرس يغالق عليها الرجل ويراهن فثمنه وزر وعلفه وزر وركوبه وزر وفرس للبطنة. فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله تعالى.